السلام عليكم. غالبا ما تكون المعوقات سبب رئيسي لعدم تقدم الشخص، لكن الإرادة والثقة بالنفس تخلق من المعوقات شيء إيجابي للتقدم. شاعرنا اليوم من أصحاب البصيرة. أنا شخصيا تربطني بعلاقة شخصية، لكن جدا أستمتع بقصائده. ما خلى الضرر اللي موجود آسف بعيونه سبب لهذا الجمال وهذا الأدب، وعلى قولة أهلنا يعرف يسولف. يعني تخيل أنه إنسان خلق من المعوق سبب لإكمال البكالوريوس. تعالوا وياي خلينا نشوف ضيفنا لهذا اليوم منه، الحبيب أبو علي حسين المرياني. ألف تحية لك أستاذ علي، وشكرا جزيلا لك على هاي المقدمة وعلى هذا الإطراء اللي أتمنى أكون من الناس اللي يستحقونه، ودادل على شيء فدل على نكران ذاتك يا سيدي. الله يعزك أبو علي، أنت للأمانة هذا استحقاقك، وإحنا نعتذر عن التأخير. لا ماكو تأخير. الله يسلمك أبو علي. شلون اليوم الشعر؟ هو كل مكان بالمكين. الشعر بناسه هو شعر مجتمع مصغر، تلقى بيه تلقى بيه طبقات المجتمع المختلفة، فهو حال حال سائر الفنون العراقية، ولكن الشاعر رسول. شنو الفرق بين حسين المرياني اليوم عن حسين المرياني قبل 3 سنين؟ كل إنسان يمر بمحطات. أنا سولف مادياً. نعم، كل إنسان يمر بمحطات، كل محطة تأخذ وتنطي، والما يذوق المر ما يحس بطعمه الحلو، فيمكن أكو مرارة وهسه أكو حلاوة معينة. شنو كانت المرارة؟ مثلاً يعني واحدة من المرارات المادية اللي أنت ما ردنا نأخذه بغير جانب السؤال، سمنة مثلاً. جيد. يعني واحدة من أتهن. التطور الفكري، كل إنسان يشوف نفسه اليوم هو أفهم من أمس. طبعاً. أي من تشابه يومه فهو على ضلاله. جيد. فلازم أنت أفهم من أمس. أبو علي، البدايات من النهايات؟ والله شوف، هي كلها تقول البدايات، بس احيانا ترزق بانسان يستحق تقول له انت عيونك احلى من البدايات. ولان خزرني فتحبيت روحي، صحيح انا طموحي عيون الكبار، بس عيونك اكبر من طموحي. لا يا الله. بس عيونك اكبر من طموحي. اكبر من طموح. يعني شنو انت؟ اتمنى شغله صارت شغلتين. ها اي شغلات يا اخي. تخلق المشاعر، تخلق هي بطبيعه المشاعر خلاقه. جيد. تخلق منك انسان يعرف يقعد، يعرف يلبس، يعرف. ابو علي، احلى ما بيك شنو؟ احلى ما بي اعتزازي بكل شيء، بأمس وباليوم وباكر. أنا من الناس اللي ما يظلمون أمس بانتظار باكر. أمس عشت عايش يومي. لا وحتى أمس أحترمه. هي ماضي. أحترمه. نعم. تعلمت منه شغلة. لا أنا بناء أمس نتيجة اليوم. تمنيت شغلة معينة؟ شوف، هي الأمنيات مستمرة. يعني سواء أنا قاعد يمك أتمنى فات شغلة، قبل لا كنت أقعد أتمنى. يعني سقف الطموحات يكبر بكل خطوة. جيد. يكبر بكل خطوة. هي طبيعة الكائن الحي متطور مع تطور الحياة، والحلم والأمنيات هي كائن حي تتطور ويتطور الإنسان نفسه. لطيف. أبو علي، إيش قد عدد الأحلام اللي ما محققها؟ هواي. كل إنسان يتمنى يصير كل شيء. وكبرنا وكل شيء ما صارنا. كبرنا. لا ان شاء الله نصير. لا هو هيك كوبيت. انا ما اتذكره. ما اتذكره. كبرنا وكل شيء ما صارنا. زين ابو علي، سؤال، المشهد الشعري اليوم شلون تلاحظه؟ والله المشهد الشعري افضل من امس. افضل من امس. انت متابع جيد؟
يعني هسه كل من يشوف نفسه بمكانه هو بالمكان الجيد. لا انت متابع للمشهد الشعري جيد؟ يعني بحكم الشاعر هو من ينام شاعر، من يقعد شاعر. انت حتى من تاكل من اي شيء يعني انت تريد تقول لي انه انا متابع جيد؟ يعني هو انت ظروفك، هي ظروفك انت، قعدتك طلعتك تليفونك، ذن كل يقودنك على انه تكون متابع. شنو اللي ممكن يخليك تبطل الشعر؟ الموت فقط. بس الله، هي ما تصير، اكو اشياء ما تصير. انت ولدت شاعر، الانسان ينولد شاعر. طبعا لي سؤال ما سأله بصراحه، شنو يعني لك الشعر؟ شوف، كل طريقه سلكه بالعالم اذا بمطامع راح تكون بمتصنع حتى تاخذ الاشياء اللي تطمح لها. جيد. بس اذا تسلك طريق لانك تحب هذا الطريق راح تكون انسان ناجح بينك وبين نفسك. لطيف. اي، فانا بيني وبين الشعر قضيه محبه. الله، اكو علاقه. اي، هي هاي المحبه، انا لي انا احب الشعر، فالمحبه تولد الاحلام. ابو علي، انت نريد نسولف شويه على 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 الشجاعه واتخاذ القرار. تعتذر من منو؟ انا اعتذر من كل واحد بالدنيا. تعرف ليش؟ لان من انت تثق ثقه مطلقه وتشوفه ملاك ويخطئ بحقك، الغلط غلط ولازم انا اعتذر، لان انا شفته ملاك وهو انسان بالنتيجه اذا خان الثقه المطلقه. الله، بغير فراش نومك لا ثق، تفشل. ويلي يلا، مرات الانسان بغير فراش نومك لا ثق، تفشل. الله الله، مرات الانسان يتيه من يسال. اوف، بكيت وقلت المبلل يطف النار، وانا اول بشر مشتعل ومبلل. الله 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 الله، لازم اعذرهم، لازم اعذرهم. ايش ما اسوي من زينات؟ يقولوا عاذرهم وما عيرهم. لازم يقولوا ما عيرهم، وش ما سووا من زينات. الأب من يداري ولده بدون منية. هي هاي المشكلة، هي هاي المشكلة. أبو علي، أنت على قولة أهلنا يقول سويت وذبيت بالشط. أنا؟ هي؟ هي مو سويت وذبيت بالشط، هي الخسارة الحقيقية مو من تتعب، من ما يقدر التعب. الله، ولك تربيت ابوك، ولك تربيت ابوك اللي بالطفوله تهون، تعبت اضعاف انا بالكبر ربه، انا لو خربت لعبه الطفل ما نام، شلون تنام يا المستقبل مخربه؟ لا يا الله، شلون تنام يا المستقبل مخربه؟ أنا أحياناً أكو خسائر تدمر مستقبلك. على هسه خلينا نسولف شوية، خلينا على قولته نوصل للطين الحري. أنت خربوا مستقبلك؟ والله أنت من أكو فت شغلة، اليوم كل إنسان من يخلي فت شغلة بباله يشوفها هي كل شيء، وهو على ضلالة قطعاً. بس يشوف هذا الحلم كل شيء. أبو علي، أنت محسود؟ أنا أحسد. آه. والله. أنا أحسد الغبي لأن ما يدقق بالتفاصيل الصغيرة، تهم الأشياء الكبار، إحنا تهمنا التفاصيل الدقيقة. هنيال الغبي، هنيال الغبي ما يقلق ويحسب ولا بين السطور يعرف ليش. الله الله، يا أخي إذا يفشل غبي بتجربته مو مسكين، مسكين الذكي ويتغابى من يحب. الله هاي مشكلة من أنت تغب نفسك. الله الله، فتحسد الغبل بالجينات قطعا، لازم تحسده. أبو علي ما شاء الله، وين رجعتنا؟ الحسرة والحرقة، وين رجعتنا؟ مرات أكو كلمة ترجعك لي ورا. زين، بيني وبينك وين رجعت؟ إذا على الفرقة سهلة الذكريات، شلون
ذكرى صغيرة تقدر يومك تخربه. صديق، صديق المشترك بيناتنا من يفوت يعوف إنسان حي بس موته بقلب. تخيل مغربية، مغربية وخبر يوصل ليك أمك ميتة وانت بحدك بغربة، هيك من نسأل عنك وأقول بخير. شراب وتدرسم بس لازم الشربة، هيك من نسأل عنك وأقول بخير. هيك من تقول لي وين رجعت؟ هيك أبو علي الله يسعد قلبك. لا ها والله هذا القلب ما يدوم، كون يتشوه. لا لا ولا يتشوه، هو حالاته هيك. والله حالاته يتوجع، حالاته من يحب ومن يشتاق ومن يقوى ومن يقسى. هو هاي التناقضات، هاي التناقضات. شنو الصفة اللي تتمنى تتغير بيك؟ أنا؟ أي. فأنا لا، هي مو تتمنى تتغير، مرات الإنسان يتمنى ملك، يتمنى يمتلك عقله، ملك العقل خير الأملاك. زين أبو علي يتحكمون بيك؟ لا، لو أنت تتحكم بنفسك. لا شوف، يعني مرات غرورك وهذا الشموخ تنساه. شخص يقدر ينسيك يعني؟ أها. أنا مغرور بس عايش بحاله أي مغرور ما تخطر بباله. شون بعلي؟ أنا مغرور أي بس عايش بحاله أي مغرور ما تخطر بباله. أي عجيبة بكيف غيرك وضعك يصير ومزاجك يقدر يغيره برسالة. أبو علي السؤال اللي يتوجه لك دائما شنو؟ صعب؟ أنا أصعب سؤال ممكن يتوجه لي السؤال اللي منتظره ومحضر إجابته ومبلورها براسي، بس من ينسأل وقت تتلعثم ويضيع الحكي منك. صعب هذا السؤال. الله. تتندم على كل إجابة تجاوبها، تتندم. زين سؤال توجهه أنت. خاف من السؤال اللي أعرف إجابته بس هم خايف منها. مرات تسأل سؤال أنت تعرف إجابته بس خايف. الله. كفرق بين الأشياء يا خانة. هذا الجواب مالك هسه وين وداني؟ كفرق بين الأشياء اللي تروح منك والأشياء اللي تنوخذ منك. أنت أبو علي مأخوذ منك لو راح منك؟ لا إن شاء الله لا يروح ولا ينوخذ. برأيك إذا أسأل هذا الشخص يعني المقصود بهذا الكلام أسأله عنك شنو راح يقول لي؟ والله أنا ما أحب أتقمص شخصيات غير أحب أكون بس أنا. برأيك توقعاتك شو تسأله؟ أقول له شلون كان حسين مرياني وياك؟ لا أخو لو ما يشوفني بنترضة زيان ما أبقى يمه. اها ايلي انت لازم تقعد بالمكان اللي انت تستحقه مو اللي هم يستحقونه. بس ابو علي تؤمن بجمله شده وتهون؟ والله ابو الاكبر الوجع ما يهون، حتى لو ينسي سبب الوجع ما يهون. دليل يعني انا نسيت الغلط بس الوجع بعده. الفرق عن عقل ما بيها رده. عادي اشتاق لك، احتاجك، ابجيك، كل شيء هون بس احتاج مده. اوف ابو علي، بيني وبينك هاي المشاعر وال عفوا والحب هو داء لو دواء؟ الحب اثنينهن. الحب من يكون دواء يقدر يطيب كل شيء،
بس إذا صار داء يصير فد مرض أخطر من السرطان. لا والله. انتشاره بالجسم أسرع من السرطان، والتخلص منه أصعب من التخلص من السرطان نفسه. بس علاج السرطان يطيح الشعر، هذا علاجه غير اللون. وانت خير دليل يمكن قدامي. ويلي. لا هذا الشيء بصبغ، شو له علاقة بالجاي بقولك. عبارة لطيفة هاي. استاذ علي كل شيء، كل شو لا تحس بساعته بالله. سؤال بداخلك ما تقدر تحله، تشتاق لشخص يومك تخلصه وياه وفجأة يصير ماضي، شلون تتخيله؟ ولو بأول بداية الفرقة سهلة يجوز، بس من تعبر كم يوم مو سهلة. هاويلي هاويلي تتأذى وتحس حتى الخفاف ثقال، وأقرب أصدقائك ممكن تمله. حياتك فجأة يدخل عنصر التمثيل، تمثل مبتسم وبداخلك علم. أكثر شخص يفتهمك فجأة يروح. أوف. فراغ يعوف. أكثر شخص يفتهمك وفجأة يروح. فراغ يعوف. أي شيء يعجز يكمل. قاعد تحكي بي بس تخفى هو طيب، واتفه سبب يقدر دمعك ينزله. حياتي الهيج عايش بس يريد يموت، والله منطقيا موت تحصل له. الله. منطقيا موت تحصل له. اشتياقك يوجعك ممتحن للغلطان. الله 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 الله. اشتياقك يوجعك من تحل الغلطان، وسؤالي راودك ومنيتك تسأله اللي تعود يعوف وش يحس من ينعاف. بضعف، قوة، انكسار، بعزة لو ذلة. أول مرة عوفا شغلة ما تنعاف، هو يجوز صاحب تجربة سهلة. تتلاقون الله، وتتلاقون وانتو اثنين متفقين بغلطان، وانت تحبه شو تقله؟ بشر مو بيده. حب واحترق واشتاق، بصخرة القلب ياخذ اللي يقدر يبدله. الله. النهار يجوز يخلص تلتهو يا الناس. الله الله. النهار يجوز يخلص الله الله. النهار يجوز يخلص تلتهوا يا الناس، بس والله سواد اللي يلبي ذله. قبل كنت انوجع واشكيله، كنت ارتاح، هسه الوجع منه شلون اسولف له. الله. بعين اليسرى ما ادري ايش قد بنيت احلام، بس غمض وراح انهنه والكحله. الله يا ابو علي. الله يسلمك. ناخذ فاصل. كل شيء تاخذ. مشاهدينا الاكارم، فاصل ونعود اليكم. مشاهدينا الاكارم، عدنا وياكم بالجزء الثاني من حلقه هذا اليوم، ويلا حي ابو علي. الله يحييك. شو اخبارك؟ نعمه. علومك؟ والله ابو علي اذا واحد متنرفز قبالك شلون تهديه؟ اقول له احبك. ها والله. يستحي وهو الحب لغه حلوه. المحبه. إيه بس هاي بس تقولها لو تحس بيها لغه. لا هي كنت تنحسم وهي كلمه ما تنسمع. الحب كلمه ما تنسمع. يعني اكو احتمال انه واحد يقول لك احبك بس انا ما اصدقها. ما هي ما تنحس مو ما تصدق، مرتبطه بالمشاعر. ما حسيتها انا ما صدق. ما تحسها ما تصدقها، طاحت. والله الحب حاجه. وعلي هواي يقولونها بس مو هواي اللي يحسونها.
احنا مشكلتنا وين؟ اللي يحسونه. لا والله. وبعد ايش قد يحبونك بالدنيا؟ يعني اللي يعرفونك، خلينا اللي يعرفوني يعني ممكن انا موهوم، اللي يعرفني يحبني، اللي يعرفني اي اللي يعرفني ها اللي يعرفني يحبني، لان حتى اخطائي مو عن خبث. من اغلط ويا علي المنصوري ما اغلط ويا عن خبث، ممكن عن طيبه، ممكن عن حساب خطا، ممكن. بهالحاله انت عندك اعداء؟ يعني هسه خفت تحمل على محمل الغرور. لا، ثقة بالنفس. ثقة بالنفس. إن أنا بيش حالي يكون عدوك إلا أحمق. أها. زين، هو أكو لو ماكو؟ معلن ماكو. المكان اللي تستريح بيه وينه؟ أستريح يم كل شخص يعرف قيمتي. تحس براحة. تسترخي. هذا من يعرف قيمتك راح يحمل أي شيء بيك على محمل حسن. صادفتهم ما يعرفون قيمتك؟ يعني الظروف تخليك صادف ما يعرف قيمتك والجيد والسيء. ومن تحس انه ما عرف قيمتك اول قرار تتخذه؟ الرحيل بدون تفكير. حتى لو صالب سياره؟ ها، لو اي كان تنزل، مو لو كان يعني يدفعك الثمن حياتك. حلو الانسان يموت من اجل قيمته، يموت وقيمته محفوظه. لطيف. افضل. اي انت شبيه. أنا شبيه أخطائي. يعني تعتز بيهن؟ أعتز بيهن. الغلط لازم أعتز بيه وأحبه، بس أكره تكراره. الخطأ هو اللي رب الإنسان، غلطنا هي اللي ربتنا. المعلم الأول هو الغلط. لطيف. أبو علي، برأيك شلون واحد ممكن يعرف الصدق؟ الحقيقة شلون يعرفها؟ من بين السطور، ما تنعرف بالكلام المباشر، ما بين السطور يبين المضموم. مرات الشقش قد بي صدق يطلع. الله الله. تشبه للمقابر فترة النسيان، تدخل تبكي بس مرتاح من تطلع. أويلي يا الله، ترتاح بالنتيجة. أبو علي بصراحة أجي لك أنا وأقول لك أبو علي أنا راح ألتقي ويا فلان، أي توصيني شيء؟ هو أي وصايا؟ قل لي كل علاقة من التخلاص. شون؟ كل علاقة ذا خلصت، أي كون الطرف الآخر يحتفظ بأسرارها، قدسيتها، باحترامها. ذمة برقبتك لو موت لا تحجين سالفتي، وريد تكون متميزة على لطامات فاتحتي. أوف. بتقرير الوفاة أي سبب ما مكتوب، لأن دكتوري ما يدري السبب. أنت الله ما يدرون. عمرك طويل أبو علي. الله يسلمك. أي والله عمرك الله طويل. الله يسلمك يا أخي، عمرك طويل. بس أبو علي وجعتني بيني وبينك. إلهي إلهي، الحل شنو؟ رائد انسان، إنسان عبدك قرب موته وقلبك التالي. قلب المو بكيفي، خسران هون يتعب والتعب يتجازى حسباله. مثل المنتحر يتحاسب المفروض، ما يدخل رحمتك قلبي وامثاله. الله. إله شوقي، شوقي صار أكبر من النسيان، وانت تشوف حالي واعلم بحاله. أما تعلم بعبدك حلمه يخفى الليل؟ الله. يقضي الليل محبوبة يتراواله، ويركض على الباب الماكو بي أي صوت ويصيح هلا بتجاب مرسالة. شات رضاها عبدك حاضن الحيطان، حاضن الحيطان ويتوسل يريد يطلع عن خياله. شات رضاها يفرح لو عبر تابوت ويصيح بصوت المات هنياله.
الموت ولا الفرقة؟ شو أسهل من الموت؟ المفارق خطية وينبج الحالة. لو ميت بداية، ميت بداية ولا غلطت وياي، مو بالريش طقت الندم كتالة. الله، إله خلق لي واحد، خلق لي واحد مثل أريد أرتاح، ما أريد 40 بشكل أو مثاله. إلهي إلهي، وبين إيديك أوقف ردت وياه، وقفت من كتل قدام كتال، وأقول اللي ما قلتها من الألف للياء، ومثل أحوال أريدت بهذه الأحوال. أوه، ولو أنت الرحيم تعفى على الغلطان، وأنا مسلمة بإيدك هو وأعماله. ضيمي وسهر ليلي وهذا عمر الفات بذمة قلب راحا من ورفعا. لو أدري، لو أدري التعب يتجازى بالموزين، ما تعبت بالي وريحت بالي. الله 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 الله. أبو علي، هاي القصائد من الواقع لو مخيلة شاعر؟ خلينا نسولف أنا وياك بغض النظر عن الكاميرا. يعني ما يصيرن من المخيلة، لأن ذن اللي قريتهن صدقا صدقا جاي أسولف لك من قلب، لليوم ما أدري بيهن حلوات لو مو حلوات. يعني تريد تقول لي تريد تأخذ رأي الجمهور؟ لا، أنا ما أدري، أنا ما أدري هذين حلوات لو مو حلوات. هذين مشاعر الصدق طلع منا نزلا نقطة صدر، ما متكلف، يعني ما مفكر بفنية القصيدة. هي هن ذني ضيمي وسهر ليلي وهذا عمر الفات، هن بذني بذن وجع. زين أبو علي، ممكن الصورة تخبر أخبار عنك، تسولف أخبار عنك؟ أي صورة منهن؟ يعني أخذ لك صورة مثلا، ممكن اللي يشوفك يقول مثلا آه ما شاء الله مرتاح، مو كلمة، لا والله متأذي، بس حلو. لا، أنا أقصد سين لا، بدون صورة يسمع صوتك؟ بدون صورة، حتى بدون صوت يدري هو هذا يسمونه، يقولون توأم الروح. هو هذا الإنسان اللي يحس بيك وانت بعيد، انت تحس بشي. شو حسنت على هذا الحكي؟ هو الإنسان طيب، شو هو لما طيب ما له مكان بداخلي أصلا. لا، شنو هو بالكيف، هو القلب لما يحب بالكيف. وشنو أحلى صار صعبه، والله يا أبو الأكبر، كون القلب محبس وذبه، كون القلب محبس وذبه، من خسر كل شيء مو بذنبه، شي يحب حتى الما يحبه. أوف، الله 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 الله. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، سلام الله، يقول إذا أحببت عدوك حسسته بتفاهته. أوف أوف، احتمال أنه المحبة تنقلب عداء؟ لا، العداء ينقلب محبة. إيه، بس هي ما تصير المحبة تنقلب عداء، هاي جذبة الصنعة. ها، والله صنعة نصنعها. هذا المكابر اللي نسولف عنه، هو اللي يحب يكره؟ مستحيل. اللي يحب ما ممكن يكره، اللي يحب ما عد عدو، اللي يحب يتمنى عدوه ينصلح. آخر أمسية كنت بيها وين؟ آخر أمسية كنت بيها بمنتدى نبضات بالبصرة، ألف تحية لهم. أبو علي، أنت نسيت لو تتناسى؟ لا والله، بديت انساك هسه الحمد لله. يا الله، ومن باكر صورك راح اذبها، وقبل 12 رايد نوم تصير، واخلي عيوني تحلم ذي اللي يحبها. انت لقيت لي اصعب شيء النسيان، وتعرفني الاشياء الصعبه احبها. الله، تعرفني الاشياء الصعبه احبها. من تعرف سبب اي مشكله تهون، وأنا عرفت مشكلتي وسببها، مشكلتي على مذكرها الناس، وأحب مرورتك وأكره عذبها. مشكلتي على مذكرها الناس، وأحب مرورتك وأكره عذبها، وإذا أرادتك روحي.
كيف هنعود؟ نخلي تولي تتحمل ذنبها. الله، جت لك روح وش قد زعلت ناس، صارت محبس بكفك تذبها، ما جازيتها، ايش قد تعبت عليك؟ ما جازيتها، ايش قد تعبت عليك؟ صارت محبس بكفك تذبها. الآخر القصيدة. زين أبو علي، بيني وبينك، أنت قد هذا القرار؟ يمكن لا، تدري؟ هذا يمكن وطعمه الأكيد. تدري يمكن لا؟ هذا يمكن مالك، ايه؟ مال يمكن لا، وطعمه الأكيد لا. فترة. إيه، مو هو أنت يمكن تريد تعود نفسك تقولي أنا نسيت وأقدر. فترة والوجع يخلص وكل شيء طيب. بس المشكلة شي خلص الفترة. الله، والله كارثة. عيد هذا البيت العيد. أخي، فترة والوجع يخلص وكل شي طيب، بس المشكلة شي خلص الفترة، والله كارثة. المخذول من يشتاق، مخذول بس يشتاق، يظاهر طبيعي واضح الكسرة. شايف من يجين الليل وتناساك وقبل النوم وبالي تجي ذكرى. الله الله الله، ولك غلطان ذا حسبالك ابكي عليك، هذا البكى على العشرة. ها والله انت بعد تبكي؟ البكاء شجاعة. ها والله، هذا عذر. لا، شجاعة البكاء. ادمن يا من يقول هذا شجاعة البكاء؟ انا اقول. اي، ما اقول لك عذر. لا، انا اقول. تلقى لك سبب انت لبكائك، سويت الشجاعة. أنا تدري أن مرات الإنسان. زين، أنت آخر مرة بكيت أمتى؟ بيني وبينك الحكي، ما أدري الكاميرات. لا، مو هسه. شوف، أنت قدتني السؤال قبل آخر مرة بكيت. من تريد لك سبب على موت تبكي؟ حقيقة أنا يوم من الأيام تمنيت يموت واحد حتى أطلع الصرخة اللي بداخلي. أرد أصرخ بس ماكو عذر. صارت أمنيتي يموت غالي، رايد لحجة بجي على حالي. أويلي، أنا لقضت حيل الليالي، مو شعل بالي شغل بالي. مو شعل بالي شغل بالي؟ أي بالله، مو على بالي. ونتهم أبو علي بهاي الحالة شعر وجع. شعر قمة، قمة من الوجع. هم يعني، أنت متلاحظ، هو المترف ما يصير، يصير كاتب، يصير مفكر، بس ما يصير شعر، مو حلوه. يعني تريد تقول لي انه من رحم المعاناه؟ لازم هو الفنان الشاعر، لان هن ذن اشياء شعوريه مرتبطه بالم الانسان، هي مرتبطه بالالم. يا اخي ايش قد جميل طالع اليوم انت، فدول عيونك، عيونك اللي شوفنيك. بمناسبه، حلو الانسان او الشخص يعني يطلع حلو بعين ناس. اي، مو الا مظهر. ابو علي، مرايتك انكسرت لو بعدها موجوده؟ اذا غشتني اكسرها بيدي. وش رايك اذا غشتك لو بعدها؟ لا، الحمد لله جيد. منو اقرب انسان لافكارك؟ اقرب شيء لافكارك من الممكن مو انسان؟ بيني وبينك الفن. ها والله الفن، لان الفن. انت خريج بكالوريوس عربي؟ نعم. الفن سولفنا بالبارتي الاول استاذ علي، يدقق بالتفاصيل الزغار. يعني ما قابش سيرتي، ما قالش حاجه، هاي التفاصيل الزغار، شايفها؟ زين ابو علي، انت خريج بكالوريوس عربي؟ نعم. شلون كانت فتره الدراسه؟ صعبه؟ فتره الدراسه حلوه بصعوبتها، حلوة هي صعوبتها. حلوة انه شايف هاي الطالب وتقعد الصبح، اذا ما نايم تروح للدوام ما نايم، تحمل الحار البرد الكذا، بس الثمرة تنسيك الألم، تنسيك الصعوبات، تنسيك التعب، دائما الثمرة تنسيك. فحلو الإنسان من يحقق ثمرته ينسى ذنبه. بس انت بعدك ما انتهيت من الطموح حسب ما اعرف. مو قلت لك، هو من تاخذ البكالوريوس انه بيكبر الطموح. هسه انا ما بالي الدكتوراه، بالي الماستر، بس ورا الماستر حتما يصير طموحك دكتوراه.
ان شاء الله قدها انت. الله يسلمك. ان شاء الله قدها. الله يسلمك. وبعدين ناخذ فاصل. ناخذ. ونروح البارت الاخير. نروح البارت الاخير. مشاهدينا الاكارم، فاصل ونعود اليكم. مشاهدينا الأكارم، وصلنا وياكم للجزء الأخير من حلقة هذا اليوم. منور أبو علي. نور عيونك يا حبيبي. شلونك أنت هسه؟ والله هم قابلك مثل ما قلت لك في البارت الثاني. والله. الله يعزك أبو علي. اللي صادفتهم في يوم من الأيام. أوف، صادفنا بمكان. بمكان بعالم كانوا يتمنون يشوفونا واحد ما يحكي ويا ثاني. شمات. كان كل شيء بداخله يريد يسلم علي، وكل شيء بداخله يريد يسلم علي. أول تالي مثل الغربة نتلاقي، وواحد على الثاني غامش واقي. لو حب ينسي، ينسي من تحب جديد يجوز، بس شي ملكك وفجأة الزمن باقي. الله. ورا فترة ليموت، ليموت فراقه يبديهون، بس لمقابلك مو هين فراقه. مشكلة. صدفت العبد. أنت مسامح؟ هي القلوب، القلوب رشيجة. ها؟ والله حتى يعني مرات الأشياء اللي ما بيها عذر، القلب يريد يعذر، بس المنطق ما يقبل، ما صير. حتى لو أول ذنب؟ يا أخي بقلب أكتب عذر، بس عقلي لي شطبة. صحيح أول ذنب، بس ينغفر صعبة. أعذب ما يجيب، وبيدك الصفي، ولا تقصير بيه ما تقدر الشربة. ذم برقبتك قتلة، ولقيت النوب مو بس ذم، حتى أثار بالرقبة. خاينك ابو الانه. لا حشي ابو علي، خاف انت حاشي علي، مو اثار بالرقبه. لا مجاز. ها؟ لا مجاز ابو علي صدق، والله خاف انت يعني جايب طاريه بسوء. لا ذمة ثقيله. ها والله. لا اثار مال الذمه. اي اثار الذمه ثقيله. والله عبد الاثار ابو علي. زين بيني وبينك، ممكن انه انت حاشي وياه بلحظه غضب وشخص موصل له الحق اللي بهيج على يصير. شلون؟ إذا يصدق أنا حاجة عليه، والثقة والمعرفة بيني وبين روح عليك ما حاجي. آه. وبتشيت القبل يا مم ما باجي، عجز إعلان منك ومن تقلش بيك خاف الضوج، أقول لك برا متحاجي. الله. إيه ما أردغت ذي حتى لو هو كان سبب. إيه أقول له متحاجه برا، أتحجج، أطلع العذر. زين أبو علي، سؤال هو اللي أنت مخاطب القصيدة، شو يعني لك؟ هو يعني ذاتك، هو مرتبط بليلك، مرتبط بكل أشيائك، بكل تفاصيلك، هو يرتبط. زين أبو علي، أكو 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 أشياء مالك حق بيها؟ المؤت البطيء من تتحول إلى كائن ما إلى حق يغار، ما إلى حق يظهر غيرته. موت. أنا بنادم يحب، بس ما إلى حق يغار. المفروض أنعذر له شقق ثيابي. أصعب مرحلة، مرحلة يمر بيها قلب الليل، من نلزم سوره ويبتدع تابي، ومن نذكر عيونه، من نذكر عيونه أعصابه نار تصير، ويحلفوني باسمه وتبرد أعصابي. ويحلفوني باسمه؟ تبرد أعصابي. الأمر بسيط. وعلي شو خسرت؟ كل شيء. أي أنا الرجع خسران كل شيء. ها؟
أنا اللي رجع خسران كل شي ميت لكن على القاع يمشي من شال طيرك رهت عشي. ويلي يا الله من شال طيري كرهت عشي. تكره مكانك، تكره البيت، تكره كل شي تكره. الله ايه. يقول المثل حقه يشيه باله ايه. الواعد نصيرانا حلالة صاروا بصف ثاني جهالة. هي الوعود مشكلة. الوعد خلينا شوية نغادر هاي المنطقة ايه؟ نسولف بالجانب الفني يعني بصراحة أنت يعني حسين المرياني الشاعر مو باللقاء على المنصة تبحث عن ماذا؟ والله عن بالمنصة يبحث عن القيادة. يعني ممكن أنه أنا توقف على المنصة قائد جيد. ممكن أبحث عن الغرابة في كتابة النص. الغرابة والخلود هن طموح من خلال أي مكان شعري. بس أنت من سألتني أتوقع ما وراء السؤال هو أنه الفرق بين المنصة وبين المكان الثاني تصدر من خلال قصيدتك. مو لو فهم السؤال غلط. نعم هو هذا مفهومك الصحيح. ايه فالمنصة يعني قصدي انه في بعض الاحيان اكو قصائد يكتبن لمنصة خاصات. انه 100% اللغة تختلف، الصياغة تختلف. المنصة ما تستحمل الاسترخاء المطلق، ما تقدر تسترخي 100% على المنصة. أنا هسه يعني قصدك الاسترخاء داخل النص. داخل النص جيد. هسه أنا أسولف وياك، أسولف ويا الكاميرا، أسولف ويا اثنين. حسية المسألة. المسألة حسية. المسألة أقدر أوصل فكرتي باسترسال بأشياء ثانية ويا البيت. أنا هناك جاي أتعامل ويا 400 إلى 1000 إلى 2000 شخص إلى مزاجات مختلفة. زين ترتبك من المنصة؟ لا يمكن بالبدايات ارتبكت. حاليا لا، كل شيء تتعود عليه يصير طبيعي. شنو اللي تحسب لو انت رايح للمنصه هذا هاي من كرسيك للوقوف على المنصه؟ مو انا من الناس اللي ما يحضرون يحسب شنو راح يقرا، يحسب شنو راح يقرا وشنو الاثر اللي ممكن اتركه بداخل هذا اللي الانسان اللي يحبني وجايبني. ابو علي اكو فد نقطه مهمه هاي الفتره. مرة أنا أريد أقنع ما بداخل القاعة ومرة أنا أريد أقنع ما بخارج القاعة باعتبار أنه فد كاميرا وتصوير وفيديو راح يطلع. هو يجب عن الشاعر أن يقنع ضميره، لأن هو دوره بالدرجة الأولى أن يغير مسار أو يحاول التغيير، أن يترك أثر. هسه الأثر عاطفي، الأثر سياسي، الأثر ديني، أن يترك أثر ويصحح مسار. محاولتي تجيب قصائدك؟ يعني هي المحاولات لازم المحاولات. يعني إذا أنجح شيء حبيته وأنت شاعر. أجمل تعليق حصلته وأنت شاعر، يعني تعليق عن الشاعر حسين المرياني عن قصيدته. عن قصيدته أنا علقت على نفسي. أكون وياك صادق يعني. إيه. سألني يوم من الأيام أحد الشعراء، ألف تحية إليه، أستاذ هسه حكم خصوصيته ما أقدر أقول منه. جيد. إيه. قال لي لو كنت يعني أنت مسؤول عن قصائد شعر شعبي تتخلى بمنهاج دراسي. أنا بيني وبينك عندي قصيدة أفتخر بها. أنا شخصياً خليتها. نسمعها؟ إيه نسمعها. يعني قصيدة اللي يحب يفكر وياي. للي يحب يفكر وياي. قصيدة مهدات إلى جنين في عالم الأرحام. جيد. بلحظة نشوة جت أنت. بلحظة نشوة جت أنت بقواعد كلها مقلوبة. جيتك هاي للدنيا بسبب نزوة أشكاً بيها محسوبة. متحمل ذنب غيرك
وباكر غاد كل من يحمل ذنوبه. سفره سفره من الرحم للدنيا، بس بيها المسافر مو بكيفه يخطط دروبه. الله، لونك مو خيارك، لا ظروف بكيفها سقلك. لهجتك واسمك ودينك هذن كلهن بكيف اهلك، وما تعرف شنو الجينات، ما تدري الاطباع تعزك تذلك، واذا تسلم بذن كلهن بسبب تكويني ممكن مجتمع بالكامل يعزلك. اوف، كلهن مو بكيفك، كلهن مو بكيفك، طولك وشكلك ما تختار، ابوك بكيفك ايش تختار، اهل واخوان كل شيء القدر راسم لك، وما تختار جنسك ذكر لونه فيه، على رايك ما حد يسالك، واذا تنخلق نفيه بمجتمع شرقي اسكت ما اكمل. الله، هي المشكله واذا تنخلق نفيه، اذا تنخلق نفيه بمجتمع شرقي اسكت اسكت ما اكمل لك. هي المشكله من تنخلق انسان بس بمجتمع ما بيلي يشبه لك، ترفض تنبذ تقبل ذليل تعيش. ثالث تيه، الله يا حسين الله، تيه بين افكارك وذلك. هي المشكلة من تنخلق إنسان بس بمجتمع ما بيلي يشبه لك، تنخلق نفيه بمجتمع شرقي، إذا تنخلق لا تختار جنسك ذكر لو نفيه، على رأيك ما حد يسألك، وإذا تنخلق نفيه بمجتمع شرقي أسكت ما أكمل لك. هي المشكلة، المشكلة من تنخلق إنسان بس بمجتمع ما بيلي يشبه لك، ترفض تنبذ تقبل ذليل تعيش، وتالت تيه بين افكارك وذلك، كلها تريد راسك ورقة استنساخ. الله، كلها تريد منك تشبه القبلك. اذا فكرت قدوة 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 تصير بين الناس، لازم تسكت وغيرك يفكر لك، غيرك يفكر لك. الله، حسب سير القطيع الوحدك ممنوع ممنوع، مل حط التهم بس يشتغل عقلك. وإذا جيت ولقاحك كان مو شرعي ولك لا تطلع أحسن لك، كلها ابن الحرام الوادم تقلك، كلها ابن الزنا سميك، منبوذ بذنب مو ذنبه، كل من جاي المن جاي، هذا المجتمع ظالم، شاهد تبقى ما مقبول لو شايل ضمير عدل من الحاكم، حسب أهله حسب دينه، هذا الله الكبير شلون يميز برمضان بيني صايم وصايم، زين بعالم الأرحام، بعالم الأرحام هم تفرق بين الشيخ والخادم، إذا نفس البذر قال ليش تفرق شجرة عن شجرة، ترى نفس النفس يطلع. الله، فرق بس الظرف يقدر يسوي ضحكة لو حسرة. هذول احنا انخلقنا الوان، كل من عنصر اللونه، وهذول احنا انخلقنا نموت على الممنوع، وياهو تلقى غيره تارس عيونه. هذول احنا مثل ما صرنا ردنا نعيش، ومثل ما هم سوونا. سلامتك كبير ابو علي. الله يسلمك سعد علي. اخر هيك اسئله وصلنا وشارفنا على الختام. ابو علي هيك ما بقى لنا سؤالين ثلاثه لين وصلنا وشارفنا على نهايه الحلقه. الله يسلمك. مصفق روحك لانه كاتب بيت معين؟ يعني ثلاث ابيات كتبتهن صفقت النفس عليهن. مثلا يعني قلت بنادم لو يكذب مره ويرد ليك، تظل الشك كذب لو بيه من تحلفه،
وانا ايش قد كذبت على الناس اقول لهم زين. الله. اذا سالوا شلونك تزرق الشفه. ام جندي بحرب موعد نزول اليوم وتاخر وجاهر. تخيل اللهفه. والله لو ترد هيك طلعت لقاك. الله. انا المشتاق لك يا عيب يا عفه. الله. الله يسلمك. باكي على بيت انت كاتبه؟ يعني اغلب القصايد العاطفيه بكبيهن نكتبهن. يعني هيك بيت تستذكره؟ يعني مثلا اتذكر لو هو مثلك اكو كان ما عشت وحد بليل الشتاء البارد، بس هو هذا العشق مثل الله بس واحد. الله 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 الله. اخر كلمه لك للسيد المشاهد. اتمنى انه ما اثقلت عليك ولا على السيد المشاهد، واتمنى كانت الحلقه بمستوى ذوقكم. مشاهدينا الاكارم، وصلنا وياكم لختام حلقه هذا اليوم. شكرا جزيلا لكم، وشكرا لضيفي الشاعر المبدع حسين المريان. الف شكر لك. الله يعزك. كان معكم في الاعداد والتقديم علي المنصوري. في امان الله.